الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. قال الإمام ابن ماجه رحمه الله: كتاب الحدود، باب: من قتل دون ماله فهو شهيد. قال الإمام رحمه الله: حدثنا هشام بن عمار، عمار شيخ البخاري، حسن حدث. قال: حدثنا سفيان، سفيان هو سفيان بن عيينة من ثقات الأثبات، يدلس ولا يدلس إلا عن ثقة، وهو كما قال الإمام الشافعي: لولا ابن عيينة ومالك لضاع علم أهل الحجاز. عن الزهري، الزهري أمير المؤمنين في الحديث من ثقات الأثبات، وهو أول من دون الحديث بأمر عمر بن عبد العزيز، كان يدلس وغمر تدليسه في بحر روايته. عن طلحة بن عبد الله بن عوف، عبد الله بن عوف هو من ثقات الأثبات رواه الجماعة. عن سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قتل دون ماله فهو شهيد. قال الإمام رحمه الله: حدثنا الخليل بن عمرو، قال: حدثنا مروان بن معاوية، قال: حدثنا يزيد بن سنان الجزري، يزيد بن سنان من الثقات. عن ميمون بن مهران، وميمون بن مهران من خيار التابعين رواه له الجماعة. عن ابن عمر رضي الله عنهما، الله نرضاه، هو من العبادلة الأربعة، وهو صحابي ابن صحابي، وهو من السبعة المكثرين عن النبي الأمين، وكان أثريا ما يترك سنة إلا قد ترجمها عملا وفعلا، كان حتى أنه ينزل في السفرة يقول: أضع القدم على القدم، لا أو أقول لعل يطأ القدم على القدم. أخي ابن عمر يزيد ضعيف، زين يزيد فيه كلام لكن متروك، هذه لا يمكن تقبل من النسائي. يزيد فيه كلام لكن يزيد ليس إلا الحديث. الحق أن يزيد مقارب، أنا هم تقول ثقة، هو مقارب. يزيد فيه ضعف، ضعفه أبو زرعة وابن المديني. أما في قول النسائي متروك ففيه نظر، قول النسائي على يزيد بن سنان الجزري فيه نظر. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أتي عند ماله فقتل فقاتل فقتل فهو شهيد. قولها ثاني شيخ. البخاري قال عنه مقارب الحديث كما قلت بفضل الله، البخاري قال مقارب الحديث ابن عمر كان يروي عنه المناكير. ارجع إمام أهل الشأن، يكفينا إمام أهل الشأن الجوازة والقنطرة. تفضل. بالله، الله أكبر، الحمد لله، أحسن الله عليك. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أتي عند ماله فقتل فقاتل فقتل فهو شهيد. الله أكبر. هنا هذا هناك فضل حديث، لا تفضل، أنا آسف. قال الإمام رحمه الله: حدثنا محمد بن بشار بندار، وهو من ثقات الأثبات. قال: حدثنا أبو عامر، قال: حدثنا عبد العزيز بن المطلب، أبو عامر العقدي من الثقات. قال: حدثنا عبد العزيز بن المطلب، ابن المطلب، طالب المطلب، لا هو حسن الحديث ابن المطلب، نعم المطلبي، عن عبد الله بن الحسن من الثقات، عن عبد الرحمن الأعرج. عبد الرحمن بن الأعرج هو عبد الرحمن ابن هرمز، هو الأعرج. أيوة طيب، من أوثق من روى عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه. آه نعم صحيح. عن أبي هريرة رضي الله عنه، أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه، هو سيد السبع المكثرين عن النبي الأمين، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أريد ماله ظلما فقتل فهو شهيد. هنا الكلام هنا على مسألة الشهادة بالحفاظ على المال. أولا هذا الحديث أصله بالكلام على ضرورة من الضرورات الخمس التي أتى الشرع بحفظها أو بالنداء إلى حفظها. الضرورات الخمس منها المال، فحفظ المال أصله من أصول الشرع. لذلك ترى أن أطول آية في القرآن هي آيات المداينة. وأيضا قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، قال فإن قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم. قال: عصموا مني دماء. وهذا الأصل في الإنسان، معصوم الدم والمال. فجاء الشرع بحفظ المال، جاء الشرع في الكليات بحفظ
أموال المسلمين، فمال المسلم مصون ومال المسلم محفوظ إلا بمخارجه التي أتى الشرع بها، ولا يجوز الغصب ولا يجوز السرقة. لذلك أنت ترى التشريع بأن الله تعالى جعل السرقة جعل حدا عظيما في السرقة، فمن سرق نصابا من حرز مثله قطعت يده، كما قال صلى الله عليه وسلم لا قطع إلا في ربع دينار، وأما حرز المثل من قول صلى الله عليه وسلم إذا أواه الجرين فهذا الحرز. فالغرض المقصود بأن الله تعالى شرع شريعة غراء من أجل أن يحافظ على أموال المسلمين، هذه من الضرورات كما قلنا الخمس، وإنها من مقاصد الشريعة الحفظ على أموال الناس. لذلك ترى بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قتل دون ماله فهو شهيد، من قتل دون ماله فهو شهيد. وفي الرواية الأخرى قال من أوتي عند ماله فقاتل فهو شهيد. وأيضا قد قال النبي صلى الله عليه وسلم من قتل دون ماله فهو شهيد. هذه كما قال علماؤنا هذه دلالة واضحة جدا على حفظ أموال المسلمين، أن الأصل في ذلك أن مال المسلمين أنه معصوم، وأنه لا يجوز التجرؤ على مال المسلمين لا بالحيلة ولا بالغصب ولا بالغش ولا بالسرقة ولا بالقهر ولا 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 بالقوة، لا يجوز الاستيلاء على أموال المسلمين، ويكون بذلك يكون العقاب الوخيم عند رب العالمين، لأنه من باب المظالم، والمظالم لا تفوت عند الله ثلاثة دواوين، ديوان لا يتركه أبدا هو ديوان المظالم. قال يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي جعلته بينكم محرمة، فالظلم يكون في العرض، يكون في القول، يكون في المال، يكون في الدم. وقال الله جل في علاه إن الله لا يظلم مثقال ذرة، إن الله لا يظلم الناس شيئا. ولذلك الإنسان قال من كانت له عند أخيه مظلمة يعني من درهم ودينار فليقضيها، فإنه ليس ثم الدرهم ولا دينار يعني يوم القيامة، إنما هي الحسنات. وأيضا سيات اللهم اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم فإنك أنت الأعز الأكرم. اللهم إني أشهدك أننا أبرئ كل من ظلمني تبرئة تامة غير منقوصة بحال من الأحوال، وأما من ظلمته اللهم أعني يا رب العالمين على قضاء هذه المظلمة وإعطاء المظلمة وردها لأصحابها. فالغرض المقصود هنا أن مسلم قال من قتل دون ماله فهو شهيد، فيها دلالة واضحة جدا على أن للمرء أن يحافظ على ماله، وأن يسعى سعيا حديثا للحفاظ على المال. فإن قتل وهو يحافظ على ماله فهو شهيد، فإن قتل الغاصب الذي جاء ليأخذ المال غصبا فإن دمه هدر، فإن دمه الشرع ما جعل لدمه قيمة لأنه المتعد الغاصب، فهو صائل متعد غاصب، فإن قتله فدمه هدر، وإن قتل الذي يحافظ على ماله فباب مشروع أن يكون شهيدا، هذا باتفاق العلماء. لكن قد قسم العلماء دفع الصائل وقالوا إن رد بالأيسر فلا يجوز الرد بالأشق، إن رد بالأيسر فلا يجوز الرد بالأشق. يعني لو كان سارق من لما تعلمون السراق دخل البيت يريد المال، فإذا ضربه بالعصا جرى يضربه بالعصا، فإن ضربه بالحديدة أثم بذلك، وكان عليه ما عليه إما من القصص أو الدية في تفصيل الفقهاء في هذا الباب. وإن كان يدفع بالتخويف لا يضرب بالعصا، إن كان يدفع بالتخويف لا يضرب بالعصا، فالأصل في ذلك أن يرد ويدفع بالأيسر فالأيسر، فإن لم يكن فالأشق، وإلا لا يبتدئ بالسيف بحال من الأحوال. فإن كان يعني إن كان غليظا جهورا، وإن كان مصرا على أخذ مال الرجل فدافع عن ماله فقتله فدمه هدر، أو قتل دون ماله فهو شهيد كما بيّن النبي الأمين صلى الله عليه وسلم. هذه المسألة الأولى، مسألة دفع الصائل والكلام على الشهادة عند المال، وهذا باتفاق إلا في حالة واحدة مستثناء من هذه الحالة. ما هي الحالة الوحيدة يا شطار؟ إلا في حالة واحدة، هذا باتفاق بأنه يدفع بالأيسر فإن لم يكن فبالأشق، فإن قتله فهو هدر، فإن قتل فهو شهيد، إلا في حالة واحدة المقاتلة تقف هنا في حالة واحدة. إن كان أخ له حق عنده لا ليس هذا الحالة الوحيدة المستثناة من ذلك، قال ولي الأمر إن ظلمه في أخذ ماله فلا يجوز له الخروج عليه ولا نعم ديت ممتاز قريب جدا، هذا قريب جدا. فإن كان ولي الأمر قريب جدا فإن كان ولي الأمر فالعلماء اتفقوا أيضا على الاستثناء أنه لا يجوز الخروج على ولي الأمر لو أخذ ماله ظلما حتى، ويستدلون على ذلك بحديث من كان في ضعف وفي مسلم كما عله الدارقطني، ولكن هناك روايات أخرى تؤكد ذلك، قال عليك بالسمع والطاعة وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك، عليك بالسمع والطاعة وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك. لكن صدقون المسألة بالعاطفة والجهل،
يودي بالأمة إلى فساد مستشري لا يعلم به إلا الله جل وعلا. قالوا ولو أخذ ماله لا يجوز له الخروج عليه، ولو أخذ ماله عنوة لا يجوز الخروج عليه، لأن الله تعالى أو أن النبي صلى الله عليه وسلم ما أباح الخروج على ولي الأمر إلا في حالتين، في حالتين ظاهرتين جليتين متطابقتين. قال إلا أن تروا كفرا بواحا لكم فيه من الله برهان، فقط هذه الحالة فقط، وحتى هذه الحالة مقيدة. يعني لو كان قد كفر وأظهر كفره وكفره صار كشمس النهار وله قوة غاشمة يستبيح البيضة لا يجوز الخروج عليه، لا يجوز الخروج عليه. فعلماؤنا هنا استثنوا من ذلك أنه لو ولي الأمر أخذ المال، اللهم احفظ المسلمين جميعا واحفظ ولاة الأمور واهديهم إلى الرشاد واجعل لهم بطانة الخير التي تدلهم عليه، اللهم أمين يا رب العالمين، واجعلهم من أرحم الناس على رعاياهم يا رب العالمين. فالغلط المقصود فإن كان فلا يجوز الخروج عليه، لا يجوز. ولذلك لما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن شرار أئمتكم الذين تبغضونهم يبغضونكم وتلعنونهم يلعنونكم، قالوا أفلا ننابذهم بالسيف، أفلا نخرج عليهم؟ هذا المعنى أما النص قال أفلا ننابذهم بالسيف، قال لا، لما صلوا لما أقاموا فيكم الصلاة. ولذلك قال عبادة وبايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة، قال وألا ننازع الأمر أهله، قال وألا ننازع الأمر أهله. وهذه أحاديث صريحة في هذا الباب تم عليها الاتفاق عند علمائنا بأنه لا يجوز حتى ولو ضرب دارك وأخذ مالك، حتى ولو كان قد أخذ مالك قهرا وغصبا فلا يجوز الخروج عليه. وإن شعرت بالقهر والظلم فإن الله بالمرصاد، وإن الظلم ظلمات يوم القيامة، وإن الله قد أقسم بعزتي وجلالي فصدق، قال وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين، عزتي وجلالك لأنصرنك ولو بعد حين. لكن هذه مستثناء، وأنه لا يجوز الخروج عورات الأمور حتى في هذا الباب، وأن السمع والطاعة أصل من أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة في هذا الباب، قد فصلت قبل ذلك كثيرا. وبهذا نكون قد انتهينا من هذا الباب ونصل إلى نهاية الدروس اليوم، بأن من قتل دون ماله فهو شهيد، فمن باب أولى من قتل دون عرضه فهو شهيد. وهذه الشهادة شهادة يلحق بها المرء فيها الدرجات العلى. وهل يغسل ويصلى عليه؟ الصحيح الراجح أنه يغسل ويصلى عليه، هو يلحق بالشهداء درجة من درجاتهم وله مثل أجرهم، لكنه يغسل ويصلى عليه. يعني لو جاء السارق يسرق ماله فدافع عن ماله فقتله فهو شهيد، ولكن يغسل ويكفن ويصلى عليه، لأن هذه لا ترفع إلا في شهادة المعركة، شهيد المعركة فقط، والذي لا يغسل ولا يصلى عليه. الفوائد المستنبطة الحديث ها؟ فكيف؟ هذا صحيح، لكن الحق أنه درجة من درجات الشهداء، لا يقال أن له درجة أن أجل الشهداء فقط، لا، هو درجة من درجات الشهداء، لكن يستثنى منها أنه يصلى عليه ويغسل عليه. عمر بن الخطاب كان شهيدا وهو دعا ربه أن يكون شهيدا، لأنه لما قال سلم أثبت أحد إنما عليك صديق نبي وصديق وشهيد، فهو قال أن النبوة لمحمد، الصديقية لأبي بكر لما سبقه قال لا أسبقك لأنت لا تسبق، فقال ما بقيت إلا درجة، فدع الله فهو طعنه الآن، لكن غسلوه وكفنوه وصلوا عليه وهو شهيد، فهو له درجة من درجات الشهادة، لكن يصلى ويغسل، يصلى عليه ويغسل. نعم. الفوائد المستنبطة استيعاب هذه الشريعة الغراء، شريعة تصلح لكل زمان ومكان، ما تركت شريدة ولا أريدة ولا شاذة ولا فذة إلا أتت بها. ما أدري المتهوكون الجاهلون الذين يعرفون بما لا يعرفون يقولون يعني إنها لا تستوعب الأحكام في هذا الزمان، تبا وبؤسا لكم، استغفر الله، أعوذ بالله، لا يجهلون، يجهلون جهلا جهلا عظيما، وما يعلمون أن الله يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن، لو كان كيف سيكون. وهذه التشريعات من أجل صالح العباد، من أجل صالح العباد. هنا في قوله سلم من أوتي عند مالي فقوتل، يعني حصل القتال، كأنه قال قد يرد بعدم القتال، وهذا إنباء وإشعار بأن الصائل يدفع به الأيسر. وأيضا الأمر الثاني بأنه قد يتنازل، يعني قد يتنازل ويكون له الأجر وضعيف ضعف الأجر، يقول له خذ المال وارحل وتوكل على الله، لا تسفك دمي ولا أسفك دمك، أنت مسلم أنا مسلم، ممكن يفعل ذلك ويكون هذا من أعظم الناس قدرا عند الله جل في علاه، لا سيما في فتنة قال كون عبد الله المقتول. حجية مفهوم المخالفة، لأنه قال من أريد ماله ظلما
وهذه تؤخذ منها بأنه من أريد ماله يعني الأمر أخذ ماله لحق الناس لحق الغرماء وأخذه قهرا فإنه لا يقاتل دونه لا يقاتل دونه لا يجوز وإن فعل وقتل فهذا ظالم وقتلته قتلة ظلم لظلمه نفسه يعني لو ولي الأمر أخذ منه غصبا المال لحق الغرماء لحق أصحاب الديون لحق أصلا من له الحق وهو كان غاصبا فلا يجوز له أن يقاتل هذا المال يبقى هنا النبي صلى الله عليه وسلم قيد وبين أن مفهوم المخالفة له حجة في قول ما من أريد ماله ظلما يبقى الكلام هنا من أريد ماله حقا فليس له أن يقاتل وليس له أن يدافع وإن فعل فقتل فهو ظالم لنفسه مفهوم المخالفة حجة بنص الحديث نعم هكذا يكون قد انتهينا بفضل الله للفعلاء شفع ثلاثة شفع لا ثلاثة كم ثلاثة نعم وتر الأسئلة الآن أعتقد أنها وتر لو شفع يرسله إلينا لا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله إن كانت هناك من تطهر بالجفاف ليومين ثم ترى بعد ذلك القصة البيضاء فبأي العلامتين تأخذ القصة البيضاء نعم طهرتها بالقصة البيضاء لأن هذا هو الأصل خلاص هذه تمهيد للطهر فأصل طهارتها القصة البيضاء نعم تفضل معذرة بالنسبة لسؤال الصدقة على عن الوالدة على الوالدة نعم. حضرتك قلت كلمة زكاة في وسط الإجابة لم أفهمها المعنى أنها لو تقصد بالصدقة على الوالدة إعطائها الزكاة فهذا لا يجوز لأن النفقة واجبة عليه النفقة واجبة عليه على أمه أما إذا كان يقصد ذلك الصدقة عامة نعم له أجران الصدقة والصلة نعم هذا الذي قصدته بأنه الزكاة لا تصح الوالدين لأن النفقة واجبة وقد يتصدق عليهم نعم قال عندي دينار قال أنفقه على نفسك أنفقه على أبويك أنفقه على زوجاتك على إماءك أو قال عبيدك أو قال أنت أعلم أدناك ثم أدناك يقول كيف لصاحب البيت أن يتبين أنه يمكن رده بالأيسر وهو يجهل طبعه هو يخوفه لما يرج بالتخويف فإن راه يرتجف يخاف يعلم أن هذا يرد بالأيسر فإن خوفه بالعصا فخاف فهذا لا يرد بالسيف هذا يرد بالعصا يقول إن كان صاحب البيت من طبعه الخوف الشديد فكانت رد فعله بالأشق فهل يضمن أم لا يضمن بشرط أنه يكون قد غلب على الظن أن هذا الرجل يرد بالأيسر أما إن كان لا يعلم ولا يدري وقام فقال بقدرة المال فهو شهيد فلا يضمن كيف يكون على من يقول بأن حديث وإن ضرب ظهرك وأخذ ملك أنه ضعيف لا يصح نعم ضعيف لا يصح هو ضعيف معلول أعلى الدرقطني لكن قلنا هناك أدلة كثيرة جدا على ذلك واتفقت كلمة أهل العلم أنه حتى لو ولي الأمر اللهم اجعلهم رحمة على رعاياهم اللهم اجعل لهم بطانة الخير الذي تدلهم عليه فاتفقت لهم أنه لا يجوز الخروج عليهم بهذا لا يجوز الخروج عليهم بظلمهم لا يجوز تسأل كيف نرد عليهم يعني لما قلت بالأدلة الأخيرة الأدلة الكثيرة بيّنتها وقال لا ما صلوا لما قاموا فيكم الصلاة قال وألا ننازع الأمر أهله نعم. كيف الصائل يدفع بالأيسر كما قلت إن كان الصائل يعني دخل البيت وجد البيت فخوفه وقال هات العصا فخاف الرجل ارتجف فعلم أنه يرد بالعصا فلا يستخدم السيف أو قل بأن الأيسر هنا أن يغلق يعني دخل الرجل إلى الدهليز والخزنة التي فيها المال في غرفة معينة لها باب مغلق محكم يغلق الباب ويتركه ويمشي حتى الآخر يعني لا يجد شيئا فيهرب في هذا الباب أو يقول اتصل بالشرطة مثلا فإن قال اتصل بالشرطة يخاف ويهرب ويفر فهذا لا يضرب نعم يقول هل في وجود الأب تظل النفقة على الأم من الواجبات؟ نعم إن لم يكن لهما مال يعني إذا كان الأب فقير معدم والأم معوزة يبقى الابن وجب عليه النفقة على والديه
نعم البنت أيضا إذا كانت الأم ليس لها مال وهي غنية وجب عليها النفقة عليها. نعم مش هذا السؤال كذا جاءك السؤال هكذا بنت والابن سواء في النفقة. بالنسبة لسؤال الأخت عن الطهر، لو بعد الجفاف صلت هل هذا يجوز أم فيه؟ لا ما يجوز لأنها ما زالت على الحيض، يعني المرأة التي أتاها الدم ثم ضعف الدم صار كان دم الحيض أسود سخين بمواصفاتي ثم صار أحمر بحراني ثم بعد ذلك صفرة وكدرة ثم جاء الجفاف وأنا أشك في هذا الجفاف طالما يليه القصة البيضاء فليس جفافا، هي تتوهم الجفاف لكن فيه بعض السوائل التي لم تظهر لها أو أنها لم تتقن أن تراها، فهذه المرأة ما دام ينزل على القصة البيضاء فأصل طهورها القصة البيضاء. قالت لا تعدلن حتى ترين القصة البيضاء، فلا تصلي حالة كونها يعني لم تنزل على القصة البيضاء، لا تصلي ولا تصوم حتى ترى القصة البيضاء. يعني هنا ننظر لحالها هي يا شيخ. نعم هذا هو. لو كانت تطهر بالجفاف عموما خلاص. لو ما تطهر الا بالجفاف انتهى، قلنا هذه علامة طهر لكنها اضعف، اقوى العلامات هي القصة البيضاء. ما قولكم حفظكم الله ان سمحتم على من يقول ان النواقض العشر هي بدعة؟ النواقض العشر كرسالة محمد عبد الوهاب، هذا رجل مبتدع اصلا، هذا رجل ظالم مبتدع الذي يقول بأن النواقض العشر بدعة، هذا رجل ظالم مبتدع، والحق أنه يعني هو ما قال ببدعة بأنها بدعة إلا أنه يخشى، لأن هذه النواقض عظيمة جدا خفية على الناس تظهر إنسان لابد أن يكون مستمسكا بدينه سبحان ربي العظيم، وأدلتها من الكتاب والسنة أظهر من شمس النهار، هذا رجل فيه بدعة لذلك قال بهذا الكلام، أدلة أظهر من شمس النهار من الكتاب ومن السنة. تقول هل في شيء يسمى ترتيب الأولويات في طلب العلم؟ لأن كلامي في أول المجلس قصدت به ذلك، إن لم أفهم شيء أنتقل لدرس ما كنت أكملته. أيوة نعم جزاك الله خير، الأولويات في طلب العلم مهم جدا وبينا لك ذلك، لكن ما دمت قد جلست في مجلس علم لو ما فهمتي حاولي أن تراجعي نفسك وتجلسي حتى تفهمي، لأنك في كل مجلس لا تفهمي منه شيئا ثم تخلي بينك وبينه ولا تجلسي بعد ذلك لن تجلسي فيما تفهمين، يعني هذه ستصير عادة لك. والأمر الثاني أنت لو تصبرتي ونظر الله إلى قلبك فعلم الصدق في الطلب فتصبرتي فصبرتي فإن الله جل في علاه يفتح لك هذا الباب فتتعلمين ما جهلتيه هذا هو. وأيضا قلت لك لا تأتي في مجلس مثل وقت الدرس وتقولي طب خلاص أسمع درس الثاني، لا أنت قبل ذلك اجلسي واسمعي وتعلمي واستشكلي وتعالي وقت الدرس اجلسي لا تتحركي، فهذه الفائدة الأعظم لك. نعم بالنسبة للتي قال أن النواقض العشرة بدعة يقول إنها استخدمت من قبل الجهلة لقتل المسلمين، أعوذ بالله، هذا رجل مأجور مفتون مأفون، جاهل وجهل وجهل مركب، جهل وجهل وجهل مركب. قد نقول ان هناك بعض الغلو في من بعد من يقول بهذا الحكم ويطبقه، نعم موجود، اما الخوارج هؤلاء ما فعلوا فعله، والخوارج يتمسكون بها تمسكا كتمسك الذهب، لكن يؤولونها على غير وجهها ولا يسقطونها على طبيعتها وحقيقتها المنطبقه. ما انا الان بقى لما ناتي رجل يقول على الكفار ليسوا بكفار، ولما يأتي على الكفار ما كان يقول لك إياك أن تقول كفار، إياك ما سماهم الله عصافير، هم عصافير سبحان ربي العظيم، ما هذا الجهل المطبق في هذا الباب. فالحاصل بأنه قد يكون هناك من ضلال الفكر كالخوارج وهم من أضل الفرق المبتدعة، يحملون على غير وجهها، يغالون في تكفير الناس ويقعون عليهم بالسيف. نعم صحيح موجود، يبقى انت لا تلوم الحق، لوم من اخذه من غير وجه، لا تلوم الحق ولكن الملامة تقع على من اخذه من غير وجه. ما هناك من يقول في القرآن ايات تحرد على كذا وكذا، مش بيقول ذلك اعوذ بالله من غضب الله، صحيح؟ هل يقال في كلام الله في علاه ذلك؟ يبقى المسألة هنا مسألة وين فيها اصحاب الهوى والجهل، وهذا رجل مفتون مأفون. نعم
تقول تقسيم التوحيد إلى التقسيمات المعروفة من أول من أول من قسمها؟ هل فعلا شيخ الإسلام؟ نعم شيخ الإسلام تمية أول ما قال بها قالها تقسيما تقريبا لطلبة العلم وأهل العلم وليس تقسيما بدعيا كما يقولون ويزعمون هؤلاء الجهلة. هو قال ذلك تقسيما اللي سبق وما صرح كل الأثار التي جاءت بمن سبق وتكلم على أقسام التوحيد أو أفرد الربوبية بكلامه لم يصرح بذلك. اللي صرح به تصريحا هو من؟ شيخ الإسلام. التصريح هنا هل التقسيم بدعي ولا التقسيم ده تقريب للتقريب؟ كسنة أولى تأخذ القواعد الفقهية والأصول واللغة العربية فهم؟ والسنة الثانية تأخذ بعض أحاديث الأحكام تحفظها فقط وتأخذ مبتدئات الفقه المذهب ثم بعد ذلك تنتقل وتأخذ أصول العقيدة. هل هذا بدعي ولا هذا تقسيم للتقريب؟ تقسيم للتقريب. ويكون التقسيم هنا الذي قسمه ابن تيمية كان تقسيما للتقريب وليس تقسيما بدعي. نعم بتقول لي فضلتك أنا ما كنت هسمع دروس حضرتك أيضا ليس لغيرك. إذن أرجع أنا وأرفع الراية البيضاء وأستغفر الله ثم أستغفر الله ثم أستغفر الله وجزاكم الله كل خير. ومع ذلك خذي بنصيحتي إن جلست في مجلس علم فلا تخرجي منه بحال حتى لو كان صعب عليك لأن هذا فيه إظهار صدق الصبر في الطلب سيفيدك بعد ذلك لأمرين يفيدك عند ربك وأيضا تتعلمي كيف تصبري أن تصبري في المجالس فتكون سجية لشخصيتك فتندمي جدا وتعضي الأنام للندم إن خرجت من المجلس فقط. مشاركة التقسيم جاء من الاستقراء والتقسيم جاء من الاستقراء ممتازة ممتاز من هذا؟ نعم حيا هلا بأهل المنصورة جزاك الله خيرا. نعم ممتاز جدا 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 استفدت معلومة عندي الإخبار والتمليك عندي طب هذا هو الآن طب هي يعني أنت الآن اجلسي 100 ساعة واستفيدي فائدة واحدة تكون بالدنيا بأسرها قد تزن هذه الفائدة كل الدنيا ورب العزة. حيا هلا وأهلا وسهلا وسهلا ومرحبا ونسأل الله جل في علاه أن يجعل هذا كل الخير لنا ولكم. الحمد لله حريص والله وهذا فضل والله ولذلك بارك الله لكم بارك الله لهم وبارك فيهم وبارك عليهم وبارك بهم ونصر بهم السنة اللهم أمين. قال البحر الرائق قال من شدة الغيظ مرارتي اتفقعت هل هذا يدخل في الكذب بيتكلم لا 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 لا, لا. هذا أولا ما الذي أغاظك والأمر الثاني ما الذي جعل المرارة تصل إلى ذلك؟ حفظك ربي وحفظ عليك مرارتك وقلبك وكبدك وعقلك مع أنك البحر الرائق صحيح حفظك ربي ويسعك أمرك. لا ليس كذبا ولكن هذا يعني عند أهل المجاز يقولون مجازا هو التجاوز نحن نقول هذا من أسلوب العرب. حفظك ربي بوركتم نسأل الله تعالى أن ينصر بكم الملة وينشر بكم السنة صلى الله في عليائه أن يجعلكم شموسا وأقمارا ونجوما في سماء إسلامنا تنتفع بكم الأمة الإسلامية بأسرها. يعني أرجو أن كل أسئلة قد انتهت. إني أحبكم في الله أستميحكم عذرا أستغفر الله ثم أستغفر الله ثم أستغفر الله ثم أراجع نفسي وأستميحكم عذرا إن أسأت أو تجاوزت أو تعديت فسامحوني أستغفر الله جزاكم الله خير الجزاء أنتم خيار الناس وإني أحبكم في الله. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. تقول هل العبارة النصيحة على الملأ فضيحة هذه عبارة صحيحة؟ لا لا ده عبارة صحيحة وليست بصحيحة صحيحة وليست بصحيحة لأن كل متعجرف لازم يقول بهذا الباب. الطالب الذي يخطئ على الملأ ويرد عليه على الملأ ليس فضيحة والطالب الذي يخطئ في السر فيراجع في السر فليست فضيحة. يبقى المسألة على قدر ما فعل هو إن فعل علانية يرد عليه علانية فليس كذلك وإن فعل سرا يرد عليه سرا هكذا. ولذلك نحن نقول حتى في العالم العالم إذا أخطأ علانية يرد عليه علانية لكن ليس لنا سبيل إلى اسمي ولا شخصي من أنا وله ربه سيحاسبه لكن لابد من الرد على القضية علانية وإن كانت سرا فالرد يكون سرا وكل بحسبه. طيب الله أنفس الجميع وشكر الله للجميع وغفر الله للجميع وأعتذر إليكم جميعا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.